السلام عليكم. اليوم سوف نتكلم عن سبب اعتزال أساطير كرة القدم: رونالدو الظاهرة، رباط صليب، مارادونا خضوع لعملية جراحية في مجلس المعدية. بولو مالديني قال أن الرئيس يريد بيعي لمانشستر سيتي، فقلت له حسن أفضل الاعتزال على ترك ميلان. زين الدين زيدان تلقب بطاقة حمراء. كارلوس بويو مشكلة الإصابات متكررة التي دمرت مسيرته الكروية. فان باستن خطأ طبي في الكاحل. بيلي تم استئصال أحد كليتيه.